من يستحوذ على الأراضي الزراعية يقوم ببيعها بشكل عشوائي في نينوى، ومن يستحوذ على عقارات تعود ملكيتها للدولة؟ نعم، الذي قال عليه المحافظ الذي ذكرهم بالاسم، الأحزاب الكتل الكبيرة، الأحزاب الفصائل الماسكة للأرض أو القوة الماسكة للأرض، لأن القوة الماسكة للأرض هي اللي تعرف هاي القطعة شقد سعرها وهاي القطعة شقد ثمنها وهاي القطعة شنو كذا. ولكن هنا احنا أملنا بالحكومة إذا تريد تقارع الفساد أن تكون تضع الغطاء القانوني والأمني للسيد المحافظ، وحدة ما يقدر يسوي شيء ولا راح يحقق شيء. أبسط كلام قال على مطار نينوى، الكل يبحث عن المغانم في هذا المطار والعمل به بسيط. تحدث على فقرة مهمة، الاستثمار والمستثمر. المستثمر أول ما يجي يريدون من عنده كوميشنات، يريدون من عنده نسبة، مثلا هذا الحزب يريد نسبة، ماسك للأرض يريد نسبة، الفصيل يريد نسبة، الفلان يريد نسبة. إذن هنا المستثمرين بعد ما يجون يستثمرون في نينوى. إذا إحنا السيد رئيس الوزراء وضع خلية أزمة ويكون مقرها نينوى وتتخذ هذه الإجراءات، أعتقد هاي تحد من التدخل والضغوطات السياسية التي تمارس على السيد المحافظ وعلى المدراء العامين من قبل هذه الكتل والأحزاب المتنفذة والتي لديها أجنحة عسكرية على الأرض وهي الماسكة للأرض في نينوى.